رجعنا معكم مشاهدينا الكرام، نتواصل في هذه الحلقة الجديدة والجميلة من برنامج يا الكويت، ومواضيع مهمة خصوصا عن العلاقات الأسرية. أعتقد أنا أن الرجل الكويتي هو طبعا يأخذها بامتياز من ناحية العلاقات الأسرية، لأن في إحصائية قبل أيام طلعت من وزارة العدل تقول أن 10,000 كويتي تقريبا ماخذ ثنتين، وعدد آخر ماخذ ثلاث، وعدد قليل بس ماخذ أربع. فهذا يعطينا شوي ميزة أن الرجل الكويتي ماخذها بامتياز بالعلاقات الأسرية. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذة خديجة كرم، حياك الله في برنامج ليالي الكويت. الله يحييك ومشكورين على الاستضافة. الرجل الكويتي ما منه قصور بالعلاقات الأسرية، وأيضا مع أداء مهامه في الحياة الزوجية، عدل ولا فيها؟ الرجل الكويتي أبونا وأخونا، أكيد ما نقدر نقول عنه إلا كل خير. بس المقدمة كانت وايد قوية. شوي قوية. الله يعطيك الصحة والعافية. بداية لما أتكلم عن موضوع العلاقات أو العلاقات الأسرية، في مفهوم طلع عندنا الذكاء الاجتماعي، إذا توضحين للسادة المشاهدين. في البداية إحنا في تعاملنا مع المحيط يتعامل الفرد مع الجميع بنفس النمطية. أوكي. ودائما نلاقي نقول هذا طبعي وهذا أسلوبي والناس فهمتني والناس تعرفني. بينما لازم يكون في مرونة وفي بعض الأمور عند بعض العلاقات في حياتنا، يعني ما يصير نعامل الوالد مثل الأخ، مثل ولد العم، مثل زميل العمل، كلهم تربطهم علاقة الاحترام أو يعني يسودهم الاحترام، لكن في مرونة بين العلاقات. حلو. في وقت معين أستخدم فيه يعني الذكاء الاجتماعي خصوصا مع الأسرة؟ ممكن تعاملي أنا كأبن مع الأب غير ما أنا كأب مع الابن بعد غير. صحيح. لكن مع الناس المحيط الخارجي، يعني هل في لمحة ذكاء أو 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 أسس واضحة عشان شلون أتعامل مع الناس بالذكاء الاجتماعي؟ افترض أن بالعلاقات السطحية الإنسان يكون واضح في حدوده، مثل ما قلنا في البداية أن الاحترام والتقدير يكون بين الطرفين، لكن كل طرف لازم يكون حاط واضح حدود مفروضة وواضحة وشفافة تجاه الطرف الآخر. احيانا نحن نقول والله معرفه عمل وبعدها صار اخو دنيا. حلو، بس انا اقول لا تغير الاماكن. صديق يتم صديق، يكون صديق قريب غير عن الشخصيه اللي هي المعتاده او العلاقه السطحيه اللي هو زميل العمل، لكن لا تحوله بمكانه مختلفه وبعدها تقول طلع على حقيقته وطلع ما يستاهل هذه المكانه. زين، بس ممكن استاذه يكون العكس، يعني ممكن انت خلتيني افكر بعلاقاتي مع الزملاء الحين. لا ليش، بالعكس. لا انا الحين خلاص بحط لهم حدود، لان احنا هني زملاء، لكن برا اخوان، وحتى ممكن زيارات بيننا وبين الاهل، فتجاوزنا مرحله الزماله. هل هذا في خطوره خاف عندهم بعدين؟ طيب انا بسالك سؤال. تفضلي. الحين لو تم صديقك اللي هو كان زميل عمل وحولته الى صديق مقرب. حلو. وعطيت المكانة وعطيت الاحترام والاهتمام اللي تعطيه مثلا خلينا نقول شخص مقرب لك مثلا، راح يفرق لو قلت عنه أخ أو قلت عنه صديق وما حركت الأماكن؟ لا، ما راح يفرق. صح. في النهاية هو يظل صديق، يظل شخص له حدود معينة، ممكن أنت تعطيه بعض الحدود اللي هو أنت تحسها أنه هو يستحقها، لكن في بعض العلاقات أو عدم استدامة بعض العلاقات بسبب شنو؟ ان احنا نفتح حدود وبعدين نقول لا انا ابي ارجع وابي اخليه صديق عادي او ابي انهي العلاقه، ودائما تنتهي العلاقه. فاحنا علشان نحافظ على استدامه علاقاتنا يفترض ان احنا تكون في عندنا حدود، مثل ما في ايضا حدود بين الاخ والاخ الشقيق يعني طبعا. نعم. والاصدقاء اللي هم يكونوا الاصدقاء المقربين، انا احترم ان في شخصيات مثل ما احنا نقول انا ارتاح لفلان، وعندي خلينا نقول مرونه وشفافيه اكثر مع صديق او مع زميله، لكن يمكن هذه المرونه ما تكون مع الاخ او الاخت. اتفق، بس لا تغير الاماكن. حلو. هل انا املك الصلاحيه اليوم بعلاقتي مع اي شخص كان زميل اخ صديق اني انا ابدل الاماكن، ولا هي الاقدار كذي حكم العشره، وهذا كل شوي يكبر بعلاقته وانا اكبر بعلاقتي معه، واكتشفنا انه خلاص احنا قريبين بعض، هل انا املك وامنع واحط حد ولا؟ على حسب شخصيتك وعلى حسب انت شنو اللي تبي. هل انت تبي استدامه للعلاقه؟ والله تبي تحافظ عليها؟ انا بجميع علاقاتي مع الناس اتمنى. الله يتمم عليك ان شاء الله. والله. انا بوجهه نظري وكنصيحه وبناء على خلينا نقول حالات قصناها، ان الاستدامه في العلاقات اول شيء انه يكون فيها حدود وفيها احترام للطرفين.
بدليل ان في ناس لما تقول يعرف لي وقت غضبي يوخر صح. عني فلانة تعرفني وقت مثلا انزعاجي، فلانة هي اللي تكون مثلا بظهري، شنو معناته؟ معناته ان الطرفين متفاهمين او خلينا نقول واصلين الى مرحلة الفهم من غير ما نتكلم. طيب كانت عفوية؟ لا اكيد كان في حدود وكان في كلام وكان في مرونة من الطرفين وفي تقبل، هو اهم شيء ان يكون في تقبل. نعم. لكن اغلب العلاقات اللي تنتهي بسبب شنو؟ انه يصير في مرونة زايدة ويصير في تنازلات. نعم. انا اطوف له اطوف لها وبعدها يصير شنو؟ قطع العلاقة. زين سؤال الحين، اذا انا مشيت في هذه العلاقة ليه وصلت النص وحسيت ان الطرف الاخر ممكن قاعد يتمادى او يتعدى او يتجاوز هذه الحدود، شنو الطريقة علشان امنعه واوقفه عند حده؟ هل هي المواجهة مثلا ام ابتعد قليلا ازيد الفجوه بيني وبينه؟ يعني ودي افهم اليوم اذا صار في تعدي من الطرف الاخر وفي قبول بيننا بس صارت يعني كان يقول ليتني ما قربته، هذا خله مكانه احسن. صح. في اسس اتبعها عشان ابعده؟ في البدايه يكون الوضوح والمواجهه. لكن انا انسحب واظل انا مخلي الموضوع معلق عند الطرف الثاني، هو ما يعرف هل الطرف هذا يمر بظرف ما فمبتعد او انه فعلا في شيء بدر مني فبالتالي لازم انا اغير منه، فبالبدايه يكون في حوار ومواجهه والطرفين يفترض ان هم لو كانوا يبون استدامه لهذه العلاقه راح يتفهمون بعض. فالحل بالمواجهه. اي نعم. نعم. زين سؤال الحين، في عندنا ذكاء اجتماعي في ذكاء عاطفي، في فرق بينهم ولا؟ اي نعم، الذكاء الاجتماعي هو احنا شلون نتعامل مع علاقاتنا بمرونه وايضا نكون عندنا حدود واضحه وعندنا جزئيه من الغموض اللي ممكن نحتاجها في بعض العلاقات. غموض؟ اي نعم. ليش؟ لان احيانا انت لما تكون مثل ما نقول احنا كتاب مفتوح للاخرين، ممكن انت تكون في علاقاتك مستخدم لفتره محدده وخلاص. بعدين يسحبون عليه. بالضبط. ها اوكي، زين والعاطفي؟ العاطفي هو دائما تكون بين اشخاص يعني مقربين فيكون في مشاعر اساسا عاطفيه بينهم، مثل العلاقات اللي هي بين الام وعيالها وغيره، الزوج والزوجه والام وابنائها. لازم فيها رجل وامراه ولا؟ مو بالضروره. مو بالضروره. مو بالضروره. اوكي. لها اسس معينه بعد لازم احط مسافات وما اسمح ومرونه ولا عادي مفتوح؟ يعني خلينا نقول اول شيء احنا شنو اللي يضر المعامله في الذكاء العاطفي، اللي هو التعلق، شده التعلق، مثل لما نقول الام تتعلق في ابنائها بطريقه خاطئه، او الزوج لما يتعلق في الزوجه، او ان العكس صحيح، التعلق بشكل واحنا نقول التعلق المرضي. لكن التعامل مع العلاقات بذكاء، بحيث ان انا اعرف الطرف الثاني شنو اللي يضايقه، شنو الشيء اللي يزعجه، شنو الشيء اللي يحتوي، بينما الذكاء الاجتماعي هو المعامله بشكل عام. زين استاذه خديجه كرم، استشاري في العلاقات الاجتماعيه، من هو الاذكى عاطفيا، الرجل ام المراه؟ متساوين. ما يمكن المراه الحين قامت فوق الرجل. الادله؟ الأدلة، المرأة قامت ما شاء الله واعية أكثر حق الطرف الثاني، فتقدر تعرف شنو اللي يغضبه شنو اللي يزعجه، بينما دائما المرأة بالنسبة للرجل شيء غامض، ما يعرف هي شنو اللي زعلها، يمكن يحاول أنه هو يراضيها بس أنه زعلها ما غير مفهوم إلا إذا كانت واضحة، وهذا الشيء إحنا دائما نشوفه عند السيدات، ما في وضوح، بس في الوقت الحالي لا، تغير الوضع. صار في وضوح؟ صار في شوي يعني خلينا نقول يعني شرح اكثر حق مشاعرها. تشرح مشاعرها وتعبر. ها زين، يعني متساوين بشكل عام. والله المراه تفوق الرجل الحين في الوقت. تفوق الحال. ها ما شاء الله ما شاء الله. عساها ان شاء الله تكون تفوق وتكون في استمراريه بالعلاقه، لان احس ان المراه مخلوق سريع الغضب، يزعل بسرعه، عنده تحليلات غريبه. احس انا ما ادري، خصوصا بالعلاقات المراه العقلية. حساسه، كائن حساس. ولانها شوي تميل على جانب المشاعر وتصرفاتها وانفعالاتها تكون دائما بجانب المشاعر، فتعبيرها يعني مثل ما نقول احنا يخونها التعبير. يخونها التعبير؟ تخونها تصرفاتها مو التعبير. لكن استاذه خديجه سؤال الحين، في منطقه يعني احيانا بالعلاقات تكون في منطقه بيضاء وفي منطقه ايضا سوداء. الحين قاعد نسمع منطقه رماديه
وهل هذا صحيح أن يكون في منطقة رمادية؟ صحيح، لأن إحنا من الأساس لما بدينا نتعلم أن في أشخاص نحتك فيهم أو أشخاص نتعامل معهم، دائما كان في توجيه من أولياء الأمور حق الأبناء، مثلا اللي تصرف معك بهالسلوك تصرف معاه، أو أن أخذ الحذر من، دائما توجيهات. بينما ما في، خلينا نقول، أسس أساسية توجه الأبناء أو الأطفال أو الصغار بالعمر، علشان لما يطلع حق المجتمع يعرف شلون يتعامل مع أنماط شخصيات الآخرين، وشلون يتعامل مع كل شخصية. إذا ما عجبه فيكون يا أبيض يا أسود. المنطقة الرمادية هي المنطقة الحيادية في الحوار، في التقبل، أن اليوم أنت عندك رغبات وقناعات وعندك رأي، وأيضا الطرف الثاني المفروض أنه عنده قناعات وعنده رأي، فلازم كلا الطرفين أنهم يكونوا متقبلين بعض. هذه المنطقة الرمادية هل ممكن أسميها عدم وضوح؟ لا ما لها علاقة، هي أن أنت تتقبل الطرف الثاني، وهذه دائما إحنا قاعدين ناخذها أو نوصل لها لما نكون وصلنا تعدينا العمر اللي هو ما بعد 25 سنة. فهو من الأفضل أن إحنا نأسس الصغار في العمر إلى عمر أصغر، فإنه هو لما يطلع يتقبل زميلة أو تتقبل زميلتها في الدراسة، تتقبل وجهة نظرها، ما يكون عندها هذا الأبيض والأسود. هل تعتقدين اليوم المجتمع الكويتي بشكل عام، النساء والرجال، لا تحديدا الشباب والشابات، عندهم معرفة ووعي في العلاقات وأيضا دراسة العلاقات، ولا ماشيين خلاص وفق البيئة اللي يأخذها منه، من بيتهم، من صديقاتها، من المدارس، من ربعه بالشارع بالسكة أو جيرانهم، وتتشكل شخصيته عشان يشوف العلاقات هذه؟ هل المجتمع بشكل عام عنده وعي ولا لا؟ ما شاء الله في وعي كبير، وما شاء الله أنت الحين قيس على أبسطها، الفئة اللي هم أعمار الجامعة، طلبة الجامعة كانوا، يعني خلينا نشوف اللي كانوا في الأجيال السابقة، كان عندنا جزئية اللي هي الحياة، إنه والله استحي أقول حق زميلتي هالشيء أو هذا. اليوم في وضوح، طالما إنه في وضوح راح يكون في استدامة للعلاقات عندهم. فالوضوح عنوان العلاقات أحسن يعني. بالضبط. حلو. زين، لما يجي واحد، بعض الناس يقول لك أنا بغير مجرى حياتي كامل. طيب. هل في وقت للتغيير؟ هل في لحظة ممكن يغير فيها، ولا بأي وقت ممكن أغير؟ اليوم باكر أغير؟ باكر أغير؟ في الغالب دائما الناس اللي تتجه إلى قرار التغيير تكون مرة بتجربة شوي تكون قاسية. لكن التغيير الحقيقي اللي يكون مع ناس بوعي أكبر، هم الناس اللي دائما يقول أنا ألقى أني ملاقي نفسي، أو أنا أحس أني أنا ممكن أكون أفضل من اللي أنا عليه. فهذول الناس اللي هم، أو هذه الفئة اللي فعلا يكون التغيير عندهم تغيير 100% صح. أما الناس اللي إحنا ذكرناهم وهم الفئة الأكبر، فدائما يكونون شرسين في تغييرهم. شرسين، هذا يعود عليه بالسلبية يعني؟ صحيح. التغيير بناء على التراكمات والخبرات والتجارب. فهو كل اللي مر فيه راح يسوي عكسه، تغييره راح يكون بالعكس، لكن ما راح يكون بالوعي. هذا عشان إنه مر في تجربة قاسية. صحيح. ممكن تغييره يرجع عليه عكسية. أي نعم. ممكن لا، ممكن صحة زين يعني انتبه بحياته وصحة وغير هالمسار اللي كان ماشي. صح، ممكن، أنا ما أقول لك لا، بس اللي يمر في تجربة قاسية يتخذ قرار إني أنا راح أتغير، ودائما يسوي النقيض حق الشيء اللي هو قاعد يسويه، لما يوصل حق مرحلة يتعب لأنه هذه مو شخصيته أساسا. يعني إذا كان شخص متسامح، يعني يعفو عن الآخرين، ويفجأة يصير لا يشد، وهذا ما يقدر يطول بهالشخصية لأن هي مو شخصيته أساسا. فيتعب، يحس إنه في نقطة عدم تلاقي داخلية فيه. حلو. مفهوم العلاقات هذه أيضا، والذكاء الاجتماعي وأيضا الذكاء العاطفي، هل هذا هو مفهوم شامل حق الفئات العمرية كاملة يعني، ولا الجامعة غير وأنا اليوم كبير غير، ولا احنا من البداية خلنا نأسس من عمر صغير. من عمر صغير هو يطلع يروح المدرسة، يعرف حقوقه واجباته وشلون يتعامل مع الآخرين، بالتالي هذا راح يكبر معاه ويتدرج، مثل ما هو يتدرج حتى في السنوات الدراسية على حسب وعيه راح يكبر وينضج وراح يستوعب أكثر. حلو. بينما احنا كأشخاص يعني راشدين وكبار، اللي يصير معنا أن إحنا مثلا نقول في سلوكيات، في انفعالات معينة، في علاقات نخسرها بسبب تصرفات، فما يمنع أن الواحد يبدي يبحث عن نقطة تغيير ويصلح منها. نعم. أستاذة خديجة، خسرتي علاقة بسبب سلوك معين؟ لا الحمد لله. كلش ها؟ لا الحمد لله. أنت الله أذكى كويتية ما شاء الله بالتعامل مع العلاقات. ما شاء الله ليش. لكن في هناك ما يسمى، قرأت فيما قرأت، أن هناك بعض العلاقات تكون علاقات سامة.
نعم. شلون اليوم انا اعرف علاقتي بفلان، زميل، صديق، ربما يكون اخ لي يعني اخوي، او ممكن يكون صديق يعني جار قريب زميل، علاقتي فيه هذه راح تعود بالاذيه لي وقد تكون سامه، شلون استوعب يعني؟ تكون واضحه، بس دائما الطرف الثاني اللي هو احنا او الشخص نفسه ما يبي يستوعبها، يكون من الكلام، من التصرفات، هجوم دائما، الشخصيه تكون دائما مثلا حاده بالفاظها، حاده بانتقاداتها، ما تدعم، ما تحفز، فهي واضحه، بس دائما الطرف الثاني هو يلتمس لها العذر. الطرف الثاني؟ اي، فالخلل في الطرف الثاني. الخلل فيني انا، لاني انا قاعد امشي اغذيه واقول له روح. إيه؟ كمل. تلتمس له العذر انه هو هذا مو قصده، مو قصده، بعدين تمر الايام بعدين تكتشف لا هذا شخص مؤذي، هذا ما يحفز، يكسر المجاديف مثل ما احنا نقول. فبعد فتره تقول لا هذا الشخص ما قاعد ياخذ من طاقتي، يستنزف وقتي، وفي النهايه علاقه مو علاقه اقدر احطها في من ضمن العلاقات اللي فيها استدامه. زين استاذه خديجه، يعني ممكن بعد يكون خلينا نحط لنا عذر شوي، لا يعني ممكن هذا طبعا صدق يعني طبعا يعني يكسر مجاديف الاخرين، يعني هو كذي ما عنده يعني ما اذا تقدر احنا ناثر على الاخرين. هي. اذا قبل النصيحه معناته انه في خلينا نقول بذره خير، انه ممكن يحاول يغير من نفسه، لكن اللي مسكر ومتشدد انه هو صح وان هذه خلينا نقول خبراته وقاعد ينقل لك اياها، فمعناته هو علاقة يفترض أن ما نقول ننسحب منها، لأن احنا جزء من الذكاء الاجتماعي أن نستفيد ونتعاون مع كل العلاقات حتى وإن كانت علاقة سامة. والله كل العلاقات أو كل الصفات اللي راكبة بالعلاقات السامة هذه راكبة على مخرجنا يوسف، الظاهر بنهي علاقتي فيك أبو صالح وأنت كيفك عاد. نرجع مرة ثانية للعلاقات الأسرية، هل هناك مفهوم جديد بالتماسك الأسري، خصوصا علاقة الأباء بالأبناء أو الأمهات بالأبناء؟ ودي توضحي لي هالصورة هذه. هو ما في مفهوم جديد، لكن مثل ما احنا عرفنا ان الأسرة الأم والأب يحتوون الأبناء، لكن يمكن كان السابق يختلف عن الوقت الحالي، انه كان في بعض الأشياء اللي هي فعلا تعزز من مشاعر أسرية يمكن قاعدين نفتقدها شوي شوي، بسبب انه صار في فروقات، في انه قبل كانوا العيال يطلعون في وقت واحد ويحضرون على مأدبة الغداء أو العشاء ويحرصون على الوقت هذا من غير ما يعرفون الساعة كم، بس يعرفون أن هذا الوقت اللي لازم يجتمعون فيه. نعم. اليوم صار الكل سواء الأم أو الأب يلتمسون العذر، فتبدي العلاقة تصير خلينا نقول شوي فاتشة أو باردة، بينما هي هذه المأدبة اللي يجتمعون عليها أبسطها أنهم يتناولون الوجبة، يأخذون شنو صار في اليوم نفسه، هذه الأشياء بسبب سرعة العصر اللي احنا عايشين فيه يعني قمنا نفتقدها شوي. ها بس يعني التماسك يعني نقدر نقول صار ضئيل عندنا الحين بالنسبة للأسرة، لأن عيالنا الحين والله واحد يقعد الساعة 7 بالليل. ما صار ضئيل، بس صار بيختلف، يعني قبل كان الأبو إذا قال مثلا شيء خلاص ينسمع الكلام وينتهي الموضوع. الحين لا، الولد أو البنت بأي عمر لا يقول لك اقنعني. عنده خلينا نقول اسلوب الحوار، هو مو غلط، احنا اعطيناهم هذا المجال ان هم يتحاورون معانا وان هم يقنعونا واحنا نقنعهم، لكن ان انت تفضلت اللي هو الترابط الاسري، قبل كان في شويه حزم وشده وكان الكل يقول سمعا وطاعه للاب، اليوم لا، في حوار وفي اقنعني واقنعك ويمكن الولد يقنع الاب. زين الافضليه قبل احنا يعني قبل كنا احس ان الحميميه اكثر موجوده بالاسره، الحين لا افتقدناها شبه مفقوده يعني. الاصح قبل احنا على ايام امي والله يحفظها وامهاتنا، ولا الحين؟ كل وقت ولا على قولتهم حلاوته. فاحنا قبل بذاك الوقت كنا فعلا اسره مترابطه، لكن اليوم حتى مع عيالنا حتى لو كان الولد مسافر برا للدراسه وكذي في طرق للتواصل، فيعني كل عصر وكل وقت له حلاوته. يعني عصرنا هذا في حلاوه اسريه موجوده؟ في، يمكن انا هو المقارنه مختلفه،
انا افهم، انا افهم ان انت قصدك اللي هو الالتفاف حوالين الام والاب وهذا، يعني تكون اللمه موجوده. اليوم لا، احنا اليوم الام والاب مو موجودين في البيت. انا فاهمك، انا عشان كذي اقول لك الايبادات موجوده والالعاب موجوده، الجيمز وكل شيء، فاصلا صاروا يتابعون العيال، يعني الام والابو والعيال يتابعون بعض من خلال منصات السوشيال ميديا. الحين لازم في اصلا مفهوم جديد، التركيز الاسري مفقود، ما في تركيز. اي التركيز الاسري ما في، اللمه هذه مو موجوده نهائيا. مثلا العيال على طول جيمز ولا ايبادات وغيره وغيره، ولا اي لعبه ثانيه. تتوقع شنو اللي ممكن يخلينا نرجع حق الاسره القديمه؟ الحل عندي وانا اخوك. يلا نقطع الانترنت وواي فاي. ما حد يقدر يعيش بدون انترنت الحين، خلاص خلاص صار، لا لازم، صار ضروره، لازم ضروره، وانت عايش معهم. صحيح. زين، في بعض الاباء والامهات مو عارفين يتعاملون مع الابناء بهالطريقه هذه. اي واحد ممكن يتابعنا مو قادر يوصل لنقطه تفاهم مع ولده ولا مع بنته، او اي ام تتابعنا، شلون ممكن الام تسيطر على ولدها او تكون معاه في شراكه فكريه وتتوصل معاه لنتيجه يعني ايجابيه بالنهايه؟ اول شيء خلينا نقول ليش نبيهم، ليش نبي الام تسيطر؟ احنا نبي الام تحتوي. يه يلا اوكي، تحتوي العيال، هذا رقم واحد. حلو. تتفهم مراحلهم العمريه، هو من عمر معين لعمر مثلا خلينا نقول العشر سنوات هو طفل يتلقى الاوامر ويترجمها في انفعالاته، اما بالرفض او بالقبول. بعدها عاد تبدا تظهر الشخصيه الاساسيه اللي احنا نقول مرحله المراهقه، فنلقى الاخوان اللي في بيت واحد كل واحد شخصيته مختلفه. لازم الام تنتبه، ما تكون بس مركزه اني انا ربيتهم كلهم نفس التربيه، لا، هذا نمط شخصيته مختلف، هذا قناعاته مختلف، هذا لازم بهالطريقه اتعامل معه، هذا يحتاج مني شويه احتواء، هذا يحتاج مني شويه شده. مو كلهم يتعاملون بنفس الوتيره، وايضا يفترض ان انا مو بس اعطي اوامر، انا اعطي مشاعر احتواء. مع الاسف انه يصير في تركيز بس على الجانب اللي هو العلمي ويهمل جوانب عده. وبعدين نقول والله احنا موفرين واحنا يعني كل شيء عندهم ومو ناقصهم شيء، لا، هو في شيء وايد مهم، اهم من كل شيء مادي موجود. صح. اللي هو الاحتواء. الاحتواء يكون موجود، بس احيانا تكون الام غير مختصه بهذا الموضوع، ما يعني سوري ما تدري، ما تعرف. ما شاء الله المجتمع الحين عنده وعي ودرايه تامه بالتنميه البشريه بشكل ما تتصوره. ما شاء الله. يمكن هذا اللي تفضلت فيه خلينا نقول قبل عشر سنوات اتفق معك مليون بالميه، بس اليوم المراه مثقفه، قارئه، مطلعه، تدخل باليوتيوب دورات، لو صارت لها اي مشكله تبحث عنها وتلاقيها. غير هذا انه في جروبات داعمه حق هذا الموضوع. نعم، استاذه خديجه كرم استشاري في العلاقات الاجتماعيه، في رساله حابة تقدمينها حق كل من يتابعنا في ليلة الكويت؟ رسالتي لهم إن شاء الله تكون حياتهم متزنة، مراحل العمرية لأبنائهم، ويتقبلونهم بكل رحابة صدر، لأن الحياة كلها رحلة مليئة بالحب والعطاء، فخلوا محطاتكم تكون جميلة. شكرا لك وشكرا لجمال وجودك معنا، وأيضا هذه الكلمات والرسائل الجميلة. أنا أقول أحلى جيل، جيل الثمانينيات والسبعينيات، جيلنا إحنا صراحة، لا عبادات ولا غيره ولا شيء، أبهاتنا ما علمونا أنماط شخصيات ولا شيء، مشينا سيدي على الصراط المستقيم والحمد لله كملنا. نتمنى الاحتواء مثل ما ذكرت الأستاذة خديجة، احتواء أبنائكم وبناتكم، علشان شوي الجيل هالسنة هالأيام هذه يختلف. فاصل وردين في ليالي الكويت.